السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. فاليوم جيت باش اول حاجه جيت باش نهضر على هذاك الشاب اللي قال بانه القدوه. ثاني حاجه كنتاسف بزاف لهذاك الحالتين اللي كاينين في المغرب. كنا كنتمنوا انه ما توصلش حتى شي حاله للمغرب لبلادنا، ولكن الغالب الله يعني كاين الناس اللي مساكن كيخافوا كيقول لك نمشيو لبلادنا نشوفوا والدينا ما ربنا نموتوا قبل نموتوا في بلادنا قرب لبلادنا. ما فهمتش علاش، لحقاش لمتي في اي بلاد راك بحال اللي بغى يدير معاك راك يدير معاك، راك توصل معاك الدعوه في اي براسه، ما كيهمش فينا انك مدفون. ثاني حاجه كنجاوب هذا الانسان هذا اللي خرج في السوشيال ميديا وكيضحك وكيهضر وعنده فريمون وجه قاصح. انا مع كل احتراماتي ليه، يعني ما فهمش منين جبتي داك الكوراج كامل اللي عندك انك تخرج وتقول بهذيك الطريقه، وانا كتوهم الناس بهذيك الطريقه. يعني راه ماشي ساهل، واش الدكاتره ديال العالم كامل خدامين ليل ونهار، لي زابوغاتوار ديال العالم كامل، اكبر مختبرات كاينين في العالم خدامين ليل ونهار، نقدروا نقولوا 24 ساعه على 24 ساعه، سيمانه على سيمانه هما خدامين، ما كينعسوش، كينعسو بصبابطهم كينعسو واقفين. لحقاش شفنا دي بروغرام كيهضروا عليهم وشفنا فين توصلوا، باقي لحد الان يلاه عارفوا بانه فيه جوج ديال سميتو، جوج ديال الانواع ديال الاس والال، والال راه هو اللي خطير والاس هو اللي عادي واحد شويه، وباقي ما عرفوش عليه حتى شي حاجه. تيقول لك من هنا الاسبوع الجاي ما عارفين عليه حتى شي حاجه، باقي ما والو والو عندهم، ما عارفينش شي حاجه جديده، وكينتشر بهذه الطريقه وخدامين الناس وكل شيء. والدكاتره اللي فناو حياتهم في القرايه وفي البحث، جي انت قول لهم ها هو الدواء عندي هنا، وكدير فيها وكتوري ها هو الدواء عندي هاد العشبه هادي، فتحتي بواحد الباب بزاف ديال الناس وبزاف ديال النصابين وبزاف ديال العشابه اللي ما عندهمش ضمير. مع احترامي لكاع العشابه، انايا هذه مهنه شريفه ومهنه جميله ومهنه يعني اللي قديمه بزاف، ولكن كاينين عشابه اللي ما عندهمش ضمير. دابا فتحتي لهم واحد الباب انهم غيوليو يقولوا لا ميم شوز. شي العشابه اللي كاينين في السوق اللي كيبرحوا كيكون البوق وشاد دواء الميكرو كيهضر، تيقول دواء البرغوت دواء الروماتيزم دواء هادي دواء هادي، انت خليتهم توا غيوليو يزيدوا واحد الكلمه حتى هي على هذاك الشيء اللي كيداوي، وداك المجموعه ديال الامراض اللي كيداوي، وداك القراعي اللي كيعطيو الناس كيبيعها بخمسة دراهم ستة دراهم، وداك الشيء كيقول لك هذا هو الدواء ديال هذيك الحاجه، انت زدتي عليها واحد الحاجه اخرى عاود ثاني، زدتي واحد المراتيه اخرى تيغيولي يعالجوها، غيولي في السوق يبرح يقول راه عندنا دواء كورونا، عندنا دواء كورونا. لحقاش انت خرجتي السوشيال ميديا وقلتيها، والمشكله بانك تاكد، ما كون عايز كون عايز قلتيها وسكتي، زدتي كتاكد. كنتحدى وزاره الصحه، كنتحدى وزاره الصحه، وكنتحدى كاع جميع الناس، وكنتحدى قال لك، وكنتقعي في جلاله الملك. مادام انك جبتي وزاره الصحه وجبتي جلاله الملك، فانا غتعرف بان الناس كاملين غادي يسيقوك، غادي يسيقوك. لحقاش جبتي غيقولوا هاد السيد ما خايفش وكيهضر وخارج بهاد الجبهه هادي، راه غادي راه بصح نيت هادشي اللي قال هو اللي كاين. خويا بغيتي دير بوبليسيتي للشركه ديالك، بغيتي دير اشهار ليها، عيط لشي واحد ولا خدم عندك شي واحد اللي قاري ماركتينغ، وراه هو غيوريك كيفاش غدير الاشهار للشركه ديالتك، بلا ما انك تخدع الناس وبلا ما انك تضحك عليهم، بلا ما انك تجيب لهم واحد العشبه وتقول لهم بالله راه هذه الدواء ديال المشكل، ماشي قلتي ديال الفيروس ديال الوباء، قلتي بانه ديال السرطان وديال الهيباتيت. كيف يعقل ان هاد العشبه كداوي الهيباتيت وكداوي السرطان وكداوي حتى هاد الوباء؟ فبلا ما تبقى تستحمر في الناس، هذا تسمى استحمار. نورمالمون خاصك تخرج تعتذر من الناس اللي هضرتي معاهم وقلتي لهم بحال هكا، ملي انت زغبك الله وبغيتي دير بحال هكا وبغيتي دير بوبليسيتي القناه ديالتك هذاك الشركه ديالتك، على الاقل خرج كما داروا الناس الاخرين العلماء اللي هما علماء وباحثين وعندهم شهادات في التداوي بالاعشاب، فهما خرجوا والتداوي بالطب البديل خرجوا هضروا قال لك غادي نعطيكم شي حوايج اللي غادي ينفعكم باش تطلع المناعه، شي حاجه تاكلوها باش غادي تطلع لكم المناعه، شي حاجه اللي تقوي لكم المناعه باش تقدروا تحاربوا هاد الوباء وباش ما يصيبكمش، شي حاجه اللي غتقوي لكم المناعه. على الاقل قول بحال هكا، ماشي تمشي ديريكتومون وتقول للناس بحال كتعطي لهم وجههم راني لقيت الدواء.
حتى لهاد الدرجه انت متاكد من راسك بانك لقيتي الدواء؟ فين درتي انت الاختبار باش غادي تلقى بان هذاك الدواء راه بصح نيت؟ فين درتيه؟ يلاه خرج يلاه. عرفوا هما يا هاد الفيروس هذا يا لحقاش واحد الحاجه جديده باقي حتى واحد ما عارف عليها حتى شي حاجه. نتفرج في البروغرام في التلفازه بانه قالوا علماء اللي هما امريكان وعلماء اللي هما كبارين بان من هنا السيمانه الجايه من هنا الاسبوع الجاي ما عارفينش شنو غيوقع، ما عارفينش شنو غيخرج من هاد الفيروس عاوتاني. لحقاش دابا راه دابا يلاه الاسبوع اللي فات لقاو بانه راه ولا فيه جوج ديال تي بي ديال ال و اس، يعني ما عارفينش. انا ما غندخلش في هادشي بزاف لحقاش انا ما قارياش بزاف باش غنعرف هادشي كامل. ما غاديش نكذب على راسي ولا غادي نكذب على سميتو ونقول لك انني عالمه. المهم انا خدمت في السيكتور ديال السانيتا وعندي بزاف ديال المعلومات، ولكن ماشي لدرجه انني غادي نبدا نهضر في هادشي ديال العلماء. كيف ما درتي نتايا واحد جوج ثلاثه وبديتي قلتي لهم ها هو الدواء، وكنتمنى من الله انك تعتذر من الناس، تعتذر من الناس وتقول لهم بانني راني غير كنت كان اما كنتي ضاحك اما كنتي داوي اما جاتك الله اعلم شنو جاك. ثاني حاجه بانك مشيتي قلتي بان هذا الدواء راه تيلاق حتى السرطان، فهذا مشكله كبيره. وكاين عندنا مشكله كبيره في المغرب بان الناس كيمشيو كيداوى عند الناس بالاعشاب، ولا واحد كيمشيو بحال واحد وحده كيقولوا لها لا لا الشريفه ولا ما عرفت شنو هي، قالت حقا كتشد ليا 5 دراهم في يدها عندها طاقه ايجابيه في يدها كتداوي بها الناس كاملين كدوز عليهم كيداواو. واش على الله واحد فيه السرطان في المرحله الاولى ديال السرطان خرجوا لي قالوا لي راه فيك السرطان كيمشي يداوى عندكم نتوما، يا كتبقى تعطيه عشبه على عشبه على تخربيقه على ما عرفت شنو هي ديك الحاجه اللي كتعطيه، وكيبقى يبقى يبقى وكيتزادوا المرض حتى كيتسلط على كاع الاعضاء ديالو وكيولي واحد المرحله اللي هي افانساطا المرحله اللي هي متقدمه، فاش كيجي باش يدير الشيميوثيرابي كيمشي عند الطبيب فاش كيلقى راسو راه وصل لواحد المرحله اللي هي كبيره، فاش كيمشي يدير الشيميوثيرابي كيلقى راسو بانه صافر اللي عطى الله عطاه. شكون اللي خلى هاد السيد هذا وصل لهاد المرحله؟ نتوما. راه بصح ملي راه موت وحده كاينه، راه هادشي الابتلاء ديال الله اي، ولكن لا ترموا بانفسكم الى التهلكه. باش الانسان بانك كنمشي انا عند واحد عشاب يعطيني واحد الحاجه اللي هي انا ما عرفتش اشنو هي، ما وقع فيها لا دراسات لا حتى شي حاجه ويعطيها ليا هو عارفوا اشنو كاين، باش انت تجي تقول واحد ها هو الدواء، فحرام عليك. وكنتمنى من الله يعافي جميع الامه، جميع الامه ماشي الاسلاميه، جميع الناس جميع الامه، والوقايه خير من العلاج. وان شاء الله الفيديو الجاي غنوريكم كيفاش نديروا الديسين في الطانتي وكيفاش نديروا لي ماسك. وحاجه اخرى عاوتاني راه ماشي اي واحد دار الماسك، راه مريض. وشفت الناس قالوا بان اللي تتبعوهم كيبقى يقولوا لهم راكم فيكم كورونا راكم مرض، وراه الوقايه خير من العلاج. وكنتمنى من الله انه يعافي جميع الناس يا ربي. والسلام عليكم.